قولوا آمنا بالله، وهل يكفي القول باللسان؟ لا، فالمؤمن يقول والمنافق يقول أيضا، فلا بد أن نجمع بين القول باللسان والتصديق بالقلب والعمل بالجوارح. وسأل أحد الصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم عن نصيحة شاملة جامعة، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. ولأن الإيمان بالله عز وجل هو قمة الإيمان، فكان التقديم به أولى. وما أنزل إلينا من وحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم من القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال الله عز وجل: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة. ومن فرق بين القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة ليس بمؤمن. وأكيد هناك علة لتقديم القرآن الكريم على سائر الكتب السماوية المنزلة، وهذا لأن القرآن الكريم نسخ جميع الكتب السماوية المنزلة، وجاء مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، لماذا تم تقديم سيدنا إبراهيم عليه السلام؟ وذلك لأن الجميع يقدرونه ويحبونه ولا يختلفون عليه. ومعنى الأسباط في هذه الآية الكريمة على غير المعتاد، لأن الأسباط معناها أخوة سيدنا يوسف عليه السلام، لكن في هذه الآية الكريمة هم الأنبياء من ذرية سيدنا يعقوب عليه السلام. فالأسباط من بني إسرائيل كالقبائل من العرب والشعوب من العجم. وما أوتي موسى وعيسى، أي وما أوتي وأعطي موسى عليه السلام من التوراة والمعجزات الباهرة كالعصا واليد البيضاء وشق البحر، وما أوتي وأعطي عيسى عليه السلام من الإنجيل والمعجزات الباهرة كإحياء الموتى بإذن الله وشفاء الأكمه والأبرص بإذن الله. والسبب في عطف سيدنا عيسى عليه السلام على سيدنا موسى عليه السلام أن سيدنا عيسى عليه السلام جاء مصدقا لما بين يديه من التوراة، وجاء ليخفف على بني إسرائيل بعض ما حرم عليهم.